كنا عرضنا أمام حضراتكم في الحلقة الماضية تطورات أزمة دير الأنبا صموئيل، ونقلنا لحضراتكم صور وفيديوهات من داخل الدير اللي بتعكس الواقع وحقيقة ما يحدث للدير في الداخل بعد الحصار اللي مفروض عليه منذ حوالي سنتين منذ حادثة أو واقعة الإرهاب في 2017 والتي تسمى بحادثة دير الأنبا صموئيل الأولى. يعني زي ما عرضنا أمام حضراتكم التفاصيل الصادمة لواقع الدير من الداخل، وزي ما عرضنا أيضا معاناة السائقين والزوار وأهالي الرهبان والمعاناة اللي بيلاقوها عند دخول الدير عند نقطة الكمين اللي في بداية الطريق أو بداية المداء عند الكمين اللي موجود هناك. ويعني تابعنا كل التطورات حتى حدوث فض الاعتصام اللي قام به الرهبان. هنعرض لحضراتكم الآن أمامكم هتكون فيديو لفض الاعتصام من صباح يعني اليوم التالي للاعتصام. ده اللي حصل لما جت أوامر بفض اعتصام الرهبان، ويعني كان هناك دعوات للعودة إلى الدير. يقال أن كان هناك قرارات من قيادات دينية هي اللي طلبت منهم ذلك، ويقال أن الأمن هو اللي جه فض الاعتصام بنفسه وأجبرهم على دخول الدير مرة أخرى. دي الفيديوهات اللي بتوضح أمام حضراتكم. يعني دي دي اللي مشاهد لفض الاعتصام، وهنعرض أيضا صور لفض الاعتصام وللفراشة اللي كانت موجودة ساعتها. التطورات اللي حصلت بعد نهاية البرنامج أو بعد نهاية حلقة يوم الثلاثاء الماضي كان إلقاء القبض على 2 من اللي نصبوا هذه الفراشة بناء على طلب من رهبان الدير، علشان الشمس كان اسمهم جورج سمير، ده صاحب الفراشة، والسواق بتاعه كان اسمه وليد عزت، وتم القبض عليهم بدون أي محضر وبدون إبداء الأسباب. يعني كل ما قيل في هذا الشأن كان إنه لمجرد إنهم ساعدوا رهبان الدير في هذا الاعتصام. وبعد ما تم القبض عليهم بعدة ساعات ذهب 4 رهبان ومعهم وكيل الدير في زيارة إلى الاثنين اللي اتقبض عليهم جورج سمير والسائق وليد عزت. راحوا لهم مركز شرطة العدوى وعلشان يطمنوا عليهم وبيحاولوا يطلعوهم على أساس إن ما لهمش أي ذنب فيما حدث. بعدها بعد ما عادوا 4 رهبان إلى الدير ومعهم وكيل الدير، جاء لهم استدعاء من مكتب علاء مختار، وكان السبب للاستدعاء لمجرد انهم راحوا يطمنوا على جورج سمير وعلى السائق وليد عزت لأسباب مختلفة، اللي ذهب بالفعل للقاء عمر او للقاء علاء مختار. كانوا الرهبان ابونا سلوانس وابونا مايكل ومعهم ابونا بخوم وكيل الدير، وكان معهم ايضا المحامي يوسف عطا. هنحط صورة من قداس اللي جرى داخل الدير بالأمس. ده القداس، وزي ما حضراتكم شايفين عدد قليل جدا من الحاضرين، وفي نفس الوقت بتستمر معاناة الدير تحت هذا الحصار، ومحدش عارف يعني هيستمر هذا الحصار إلى أي وقت وهيستمر لأي مدة. صور من داخل الدير
لمشروع كان المفروض ان هو يكون شغال داخل الدير، اللي هو صور مزرعة الدواجن هنعرضها امام حضراتكم. خربة، توقف العمل، يعني زي ما حضراتكم شايفين المكان مهجور تماما، والصور دي من داخل دير الأنبا صموئيل زي ما حضراتكم شايفين. ويعني ودي صور المشاريع التي توقفت زي ما حضراتكم شايفين، المباني اللي توقف بنائها بسبب عدم وجود عمال ومنع العمال من الدخول. ده يعني بعض من المشاهد من الداخل، وده مشغل ملابس الكهنوتية اللي كان مفروض يشتغل لو كان سمح للعمال بالدخول. وحنحط أمام حضراتكم يعني ده مكتب أو منتجات الدير اللي للأسف مهجور هو كمان، مفيش زوار بتيجي علشان تشتري، وبالتالي مفيش عمال، وكمان مفيش منتجات الدير لا ينتج أي شيء لمنع أو بسبب منع العمال عن دخولهم. طبعا يعني في هذا الشأن الوضع ما زال على ما هو عليه، وهنسمع من أحد خدام الدير الوضع إيه الآن. معنا على التليفون أحد خدام دير الأنبا صموئيل من المنيا. مساء الخير يا فندم. أهلا أهلا بحضرتك، تقول لنا إيه الوضع الآن؟ والله استاذان الوضع حاليا سيء جدا داخل الدير، والتعامل بتاع الامن خارج الدير. ايوه الو، ايوه سامعينك، اتفضل كمل. انا معايا عربيه بنقل بيها عمال الدير، تقريبا انا متواجد كل اسبوع داخل الدير. ايوه، فانا بعاني من ان انا وانا مودع عمال ولا مودي زوار بالتعامل بتاع الامن. انا ساعات بقعد بالخمس ساعات عشان اخش. بتيجي بتوصل قدام الدير او عند المداء او عند الكمين الساعه كام؟ الساعه 6 الصبح في المواعيد الرسميه بتاع التنحيم بيها الامن. اخر مره رحت كان امتى؟ من 3 أو 4 أيام. يا ريت المخرج يعلنا الصوت علشان انا مش سامع الضيف، لو سمحت علي الصوت لو سمحت. طيب اخر مره رحت زرت كان امتى؟ انا كنت رايح بعمال قبل موضوع الاقسام الرمضان. ايوه، يعني الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي قبليه، امتى بالتحديد؟ الاسبوع اللي فات كان بالتحديد يوم الجمعه. يوم الجمعة، يعني أسبوع كده تقريبا، حوالي أسبوع. تمام تمام كان معايا صناعية وعمال داخلين الدير. تمام، قعدوا الأمن يفتش العمال والصناعية وداخلين ليه وداخلين تعملوا إيه. قلنا لهم إحنا داخلين نشتغل، يعني داخلين نخدم ونمشي عربية ودخلوا عربية، حتى العمال هم مش عايزين يدخلوها. أيوه، حضرتك قلت وصلتوا الساعة 6 صباحا، قعدتوا لغاية الساعة كام على ما دخلوكم؟ الساعة 10، ومش احنا مش كلنا اللي دخلنا، دخلت عربية وعربية لا. انتوا كان المفروض كان المفروض تدخلوا تشتغلوا في ايه؟ انا معايا صناعية اشيم وسرجية ومعايا ناس مجلطين، جميع الصناعات يعتبر. ايوه، كنتوا مفروض ان انتوا هتشتغلوا في المباني اللي بتبني جوه الدير. يعني بدون مقابل، يعني ناس دخلت تخدم بدون مقابل، بنحاول نجمع الناس وهي تكون فيها ما عندهاش شغل ليها هي شخصيا عشان خاطر الخدمه للدير. ايوه، كذا مره نروح ونلاقي تعامل من الامن، فبالتالي صعب علينا ان احنا نروح تاني. ايوه، ده حقيقي، ده حقيقي. وناس كتير بتبقى رايحه زياره، جايه من اسيوط، جايه من القاهره، والاسر رمضان واسر شهداء، وبتتعامل معامله سيئه للغايه. ايوه. وبيبقى في ناس من الامن بتقول الفاظ كمان ما ينفعش تتقال لحد داخل يعني. ايوه، هل يعني
بتوصل لدرجه ان بيبقى في تحايل على الامن عشان الناس تخش تزور ولا تخش تاخد بركه. ايوه وبتبقى اسر رهبان او شهداء، عاوزين هم كل مره حد يروح يطلع حد من الرهبان ياخد الناس اللي عاوزه تخش دي ويخش بيها. نكلم مثلا امين الشرطه اللي قاعد، تكلم ابونا وكيل الدير لمده باخده يقول لي لا ما عنديش تعليم يا عم. طب ما هو عاوز يكلمك عشان تدخلني، يقول لك لا ما عنديش تعليمات بكده، ما تحرجنيش مع حد. مستني تعليمات واحنا عمال عشان يدخلكم. يعني يقول لي، اقول له طب تعليمات من مين؟ يقول لي مالكش دعوه. اي تمام. اتكرر الموضوع ده كم مره معاك؟ كذا مره. ويبقى معانا مثلا في رهبان كبيره في السن ومريضه، يبقى داخل لها ادويه وداخل لها حاجات، هم من كتر الوقفه في الشمس ممكن الحاجه بتبوظ. طب فين الانسانيه حتى؟ سيبك من القوانين، فين الانسانيه؟ حضرتك رحت تاني بعد يعني بعد الاعتصام وفضل الاعتصام؟ كنت متواجد وقت الاعتصام مع الرهبان اللي كانوا متواجدين بره، ده كله ده الرهبان فضيهم عشان كده طلعوا. ايوه هم مش مكانهم ان هم يطلعوا بره الدير، هم مكانهم جوه للصلاه والعباده، انما الناس ازاي؟ ما فيش اي موارد داخله لهم، لا للمعيشه ولا للادويه، خلاص فضيهم عشان كده طلعوا. لدرجة إن هم حتى الناس اللي جابوا لهم الخيمة عشان يقعدوا بعيد عن الشمس خدوهم حبسوهم. حبسوا اللي هم جورج و اللي هو جورج سمير ده صاحب الخيمة. أيوة. والسواق اسمه وليد عزت. تمام. ده السواق اللي كان واخد على العربية بتاعته وصاحب الفراش. تهمتهم كانت إيه؟ حبسوهم يومين. تهمتهم كانت إيه؟ تهمتهم كان إقامة سرداج على فريق عام. طب ما هو مصر كلها في أي عزاء أو فرح بيعملوا سرادق على طريق عام. مثلاً، وهم أي. بعدين الناس دي رايحة بناءً على التعليمات من الرهبان عشان ما يقعدوش في الشمس، لأن هم كانوا بايتين من الساعة 7 بالليل لحد الساعة 10 الصبح. أيوه. على الطريق. وأبونا سليوانس بتاع المزرعة الخارجية طلب من الناس دي عشان تيجي تعمل الكلام ده عشان الرهبان، في ناس كتيره في السن كمان مش قادره تيجي من طول الوقت اللي هم واقفينه على الطريق، مش مراعيين اي ظروف لاي راهب كبير ولا اي مسن ولا اي حاجه. ايوه دلوقتي جورج، وبعد كده برضو مع حضرتك دلوقتي جورج سمير والسواق وليد عزت خرجوا، لكن عزت اللي وصل لنا انهم صدروا الفراشه بتاعتهم. صدروا الفراشه بتاعتهم؟ ايوه. لا معلومات مغلوطه. طلعت. طيب هنتاكد من المعلومه دي اذا كانت الفراشه طلعت ولا لا. لا طلعت وخدوها، انا متواصلين معاهم على طول. تمام. كان في واحد اخر كان صاحب موتوسيكل موجود جنب الفراشه، سمعنا انه تم القبض عليه. ده كان عامل اسمه نجاح موريس، ده كان معاه موتوسيكل، ده برضه طلع في نفس اليوم قبل جورج سمير. أيوة. ده طلع في نفس اليوم بالموتوسيكل بتاعه. ايوه تمام. حضرتك تحب تضيف اي شيء اخر؟ انا حابب ان عاوزين نوصل ليه اللي بيحصل ده؟ لان بقالنا سنتين بنعاني من الدخول والخروج، والدير جوه ما صراحه ما يصرش، الحال نفسه ما فيش. أيوة. مزارع النخيل ومزارع الزيتون خلاص ما فيش عماله، ومزرعه الدواجن ومزرعه الدواجن والمباني اللي بتتبني كله ما فيش عماله داخله. طيب الحاجه دي هتشتغل ازاي؟ ايوه والمكتبه او يعني الكانتين اللي بيبيع منتجات الدير مهجور. دي الحاجة دي مبنية على الزوار، الزوار ما بتخشش، الناس لا هتبيع ولا هتشتري، هتشتري ازاي ولا هتشتغل ازاي؟ تمام. وإمكانيات الدير على قديها. تمام، حضرتك تحب تضيف أي شيء آخر؟ وأحب أضيف للأستاذ مجدي ملك اللي هو طلب يتكلم،
يا ريت حضرته يروح يشوف الوضع نفسه بدل ما بيتكلم من بعيد، اتكلم من على قرب عشان يعرف المعاناه اللي بتحصل في الدير. يا ريت يدخل الدير، يا ريت يدخل الدير، يا ريت يدخل الدير يشوف الوضع على الطبيعه. تمام يشوف الوضع على الطبيعه، بلاش الورق والمكاتب اللي قاعدين فيها وبيتكلموا وكل واحد عاوز يطلع بصوره حلوه قدام الامن. ايوه ده حقيقي للاسف، متشكر جدا لحضرتك. احد خدام يجي يشوف بس لما الضابط بيتكلم باسلوب غير اسلوب مش كويس مع ست داخله. أيوه. لا انت داخله تعملي ايه؟ وانا قالوا ان الست الحلوه اللي معاك دي لولا ان انا ادخلك، ايه الكلام الفاضي ده؟ ده حقيقي متشكر جدا لحضرتك. لما يجي يشوف الاستاذ مجدي اللي بيتكلم يجي يشوف الوضع على الطبيعه عشان يعرف المعاناه اللي بتحصل طبيعيه. ايوه الكلام ورق. ده حقيقي، متشكر جدا لحضرتك. احد خدام دير الانبا صموئيل، هنعرض امام حضراتكم مره اخرى نفس الفيديوهات اللي كنا عرضناها امام حضراتكم في الحلقه الماضيه للمشاريع المتوقفه داخل الدير بسبب منع دخول العمال ومنع دخول الزوار. كل دي مشاريع متوقفه داخل الدير بعد حصاره لمده سنتين. دي مباني منتظرة يعني اكتمال العمل فيها، لكن بسبب منع دخول العمال العمل متوقف تماما. الرهبان مش هيقدروا يعملوا أي شيء في هذه المشاريع. الفيديو التالي لأحد المشاريع الأخرى، ده يعني كان بجوار مشغل الملابس الكهنوتية، برضه متوقف ومقفول ومهجور، يعني خرب المشروع كله أو النشاط كله توقف زي ما حضراتكم شايفين بسبب منع دخول العمال إلى الدير. ويعني في فيديو آخر للنخل اللي كان مشروع لإنتاج التمر وبيعه، لكن يعني مهمل سواء من عدم بسبب عدم وجود عمال لريه أو عمال يقلموه أو عمال تشتغل عليه، لأن الرهبان مش هيقدروا يعملوا كل ده لوحديهم. يعني العمل كثير، لكن للأسف الحصار اللي موجود أمام الدير مانع دخول العمال تماما، وبالتالي كل هذه الأنشطة توقفت وخربت. ويعني ده حالها الآن، دي فيديوهات وصور من داخل الدير هنعرضها أمام حضراتكم في الدقائق القليلة القادمة في مجموعة صور نعرضها أيضا أمام حضراتكم. دي صورة مزرعة الدواجن زي ما سبق وعرضناها قبل كده، في صور أيضا للنخل وفي صور لمشروع شجر الزيتون اللي كان مفروض ان هو يكون يعني يروى زي ما حضراتكم شايفين نشف ودبل. صور امام حضراتكم، ياريت نكمل اللي بعدها. صور المشغل، ويعني دي صور باقي المشاريع اللي والانشطة اللي جوه الدير وما زالت متوقفة حتى الآن. هناك بعض من يعني الشكاوى زي ما الأستاذ اللي اتصل وهو أحد خدام الدير اللي بيروح هناك سبق اشتكى من سوء المعاملة ومنعه عند الكمين، منعوه من أنه يدخل الدير. نعرض لحضراتكم فيديو آخر لسائق آخر برضو اشتكى من عدم قدرته على دخول الدير لما منعه الأمن اللي موجود مع سوء المعاملة. ويعني مع يعني هتعرفوا وهتسمعوا حضراتكم كيف يتعامل الأمن أو كمين الأمن أمام الدير مع السواقين ومع العمال. نشاهد معا هذا الفيديو. يا أحمد زيارات ممنوعة. لا ما لا أفتح التليفون وأصور. لا ما صورش، ممنوع التصوير هنا. لا ما مش مكتوب منطقة عسكرية. قضية إيه؟ أيوه تعمل لك قضية والله. معملوا له قضية. ده ويقول لك ما فيش مشكلة، ما مش هنقصر. الناس
والضابط قليل الادب وقمه في السفاله وبيعاملوا الناس بوساخه وقمه في السفاله وضابط بيتكلم بطريقه مش كويسه. ما يتخانق من انه يقول لك يا صور ما صورش. ما يتفالك. ودي المشاهد اللي امام انتظار امام الكمين بتوضح السواقين والعمال اللي مستنيين والزوار واقارب الرهبان. معنا على التليفون الآن الأستاذ باسم نادر الصحفي والناشط الحقوقي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ هاني، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، إزيك أنت؟ الله يخليك يا فندم، الحمد لله. يعني زي ما حضرتك متابع المشاهد الصادمة وواقع وحال الدير من الداخل، إيه رأيك فيما يحدث؟ والله يا فندم المشكلة يعني بدأت تكون معقدة بشكل غير عادي. يعني من بداية الحوادث اللي حصلت لغاية الوعود برص الطريق وخطة زمنية للطريق وما يحدث، كله للأسف بيبقى وعود كلامية. إن لم يكن هناك تحرك فعلي من قبل الدير واستغاثات، وكان اخرهم انا كنت في مداخله مع حضرتك يا استاذ هاني بخصوص طلب الاستغاثه اللي قدمه ابونا بخوم وكيل الدير، واللي من خلاله عبر عن ان هناك كل الوعود اللي تم قطعها معاهم كانت وعود كلاميه وليست وعود حقيقيه وتم تنفيذها. ودي نقطه يعني اثارت جدل كتير جدا، ان انتوا بتقولوا ان احنا بنعمل وان احنا الشركه المتوليه رصف الطريق، تمام؟ ايوه بتقوم بالطريق. يعني عملتوا 10، كان سهل جدا نحط خطه زمنيه، بدل ما نحط خطه زمنيه 9 شهور نحط خطه زمنيه مكثفه ونعملها في خلال 3 اشهر فقط، وكان سهل جدا ان هي تتعمل. لكن للاسف الشديد بيتم المنع علشان عدم القدرة التأمينية. هل إذا كان يعني لديكم عدم القدرة التأمينية تأمنوا الرحلات وتأمنوا المؤن اللي داخلة للدير، تمام؟ في الوقت الحالي طب يعني الناس دي هتعمل إيه؟ أنا قبل كده برضو أثرت الجدل مع حضرتك إن في مشكلة كبيرة جدا بتواجه بعض الرهبان في العلاج وكيفية تنقلهم وكيفية دخول العلاج والأدوية والمؤن والاغذيه للدير، تمام؟ النهارده الدير بيعاني يا فندم بسبب عدم دخول الرحلات. المصدر الاساسي الوحيد اللي بيخطط منه الدير هي رحلات الزوار. انتوا بتمنعوها وبتمنعوا الاهل. بستغرب جدا يا استاذ هاني ان انا بلاقي احيانا كتير جدا واخد لي بالك عربيات تقف بثلاث اربع ساعات. يقف 4 ساعات علشان يدخل الدير، تمام؟ وهو مش عارف هو واقف ليه اصلا. طب انت حضرتك مانعني ان يتامني، تمام؟ يا اما ما توقفنيش. اخرهم طبعا الاعتصام ده يا فندم، والتطور اللي حصل ده كان تطور غير عادي. لولا ان حصل اعتصام من الاباء الرهبان امام الدير، لولا ان كان في تحرك.
وتحرك مدير الامن بنفسه وراح برضه مدير الامن الجديد حضرتك، مدير الامن الجديد، لان اللي قبل منه يا فندم كان راح برضه قطع معاهم وعود وقال لهم ان هيتم حل المشكله ووعدهم بحل المشكله ولم تحل المشكله. المره دي راح مدير الامن وحدد بالفعل ان هو هناك سيكون ضابط مسؤول عن تامين دخول الحافلات ودخول المؤن للدير، تمام؟ اي ولكن يعني مش بصراحه استاذ هاني امور ليها مداخل عجيبه. النهارده لما تلاقي سواء بيستغيث، ايوه احنا مثلا جالنا الان تاكيد ان الفراشه اللي كانت مع جورج سمير والسائق وليد عزت فعلا اتصدرت ومش هترجع تاني. بالفعل يا فندم بالفعل بيتم عقاب، يعني دول ناس داخله تاكل عيش، لا لهم اي حاجه، انت بتتصل بيهم انا عندي حاجه في الحته الفلانيه تعالى لي، تمام؟ هل يا ترى لو كانوا غير مسيحيين كان هيتم التعامل معاهم بالشكل ده؟ فلماذا يعني يتقبض عليهم ويتم عقابهم ويتحبسوا وتتاخد رخصهم وتتدخل كل القيادات في محافظه المنيا من اعضاء من النواب للصحفيين للحقوقيين علشان يتم الافراج عنهم، يقضوا 24 ساعه كامله وفي الاخر يتم الافراج عنهم ويدوهم رخص العربيه وما ياخدوش حاجتهم؟ طب ده مصدر اكل عيشهم يا فندم، لما انت ما تديلهوش كل ده وكل ده بدون وكل ده بدون اوراق رسميه ولا محاضر ولا غيره. بالظبط يا فندم، بالظبط يعني الناس دي ده مصدر اكل عيشها. هذا الامر يعني بالنسبه له مصدر اكل عيشه، شويه المفروشات وشويه الكراسي وشويه الحاجات اللي هم بيقتاد بيهم وبيتقدم خدمه، تمام؟ بمقابل النهارده يتصدروا ياكل عيش ازاي؟ يعني ما ذنب جورج سمير والسائق الذي معه؟ ايه ذنبهم في الامر؟ ان هو حد كلمهم من الدير وقال لهم تعالوا عشان احنا عايزين فراشه في المكان الفلاني، اتحركوا في ناحيه المكان الفلاني. فليس لهم ذنب عشان يتم عقابهم يا فندم، انت بتتم عقابهم علشان فيما بعد لو حصل تقصير وحب يعملوا حاجه زي كده ما يلاقوش حد يقوم بهذا الامر. ايوه سؤال اخر لحضرتك، ايه رايك في التغطيه الاعلاميه اللي طلعت من داخل مصر سواء مواقع قبطيه او صحفيين اقباط؟ للاسف الشديد يا فندم هناك تعتيم وتعتيم غريب الشكل، انا كنت بستغرب له. المفروض ان احنا ننقل الاحداث كما هي، ايوه، ولا نجمل بها ولا ندعي ان هناك حدث كذا وكذا وكذا وهو غير معلوم وغير صحيح. لماذا يتم التعليم؟ بناء على تعليمات جهات امنيه وتنفيذيه بيتم تداول الاخبار بالشكل ده؟ لابد ان يكون هناك شفافيه عشان يكون في دوله محترمه يتم القيام فيها بعمل اعلامي صحيح. يجب ان يكون هناك مصداقيه في كل ما هو ينقل من اجل ان يكون هناك شفافيه وعرض للراي العام. ايوه ده حقيقي، ده حقيقي طبعا. يعني لولا ان الصور والفيديوهات اللي عرضناها امام الساده المشاهدين على مدى اربع ايام تقريبا منذ بداية هذه الأزمة، ما كانش حد هيكتشف ويعرف واقع وحال الدير الآن بعد حصار سنتين. بالضبط يا فندم، بالضبط. كل ما عرض من قبل حضراتكم هو كان يمثل الواقع برمته، اللي اتعرض بالفعل هو اللي كان موجود وهو اللي حصل وهو اللي تداول على كل صفحات السوشيال ميديا من قبل أشخاص ومن قبل نشطاء ومن قبل بعض الصحفيين الذين لديهم مصداقية وشفافية في نقل الأخبار. نشكر ربنا، نشكر ربنا. حضرتك تحب تضيف أي شيء آخر؟ كل ما هو أضيفه يا فندم، أرجو تسريع إجراءات الرصف، العمل على تأمين أكثر، وده نشدنا بيه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة يا فندم، ان لازم يكون في تامين صح. مش لازم تحصل كارثه عشان افكر في التامين. أيوة. مش لازم يكون في مصيبه علشان اامن مكان، تمام، وامن مواطنين مصريين داخلين في مكان معين. النهارده اذا كنت تواجه صعوبه في امر ما
يجب عليك اعطاء الامر اهميه اكثر حتى لا نزهق ارواحه. الكلام ده انا اتكلمت فيه مره واثنين وثلاثه مع حضرتك يا استاذ هاني. ايوه يجب علينا التسريع في كل الاجراءات. ايوه متشكر جدا لحضرتك الاستاذ باسم نادر الصحفي والناشط الحقوقي. معنا ايضا مداخله من احد الساده المشاهدين الاستاذ نبيل. مساء الخير يا فندم. الاستاذ نبيل اتفضل. هل معانا الاستاذ نبيل؟ طيب يمكن يعاود الاتصال مرة أخرى. طبعا لما بصينا في كل مشاكل الدير منذ بداية أزمته الراهنة، كل ما بنجيب معلومة كل ما بتجر لنا مشكلة أكبر، بنجد معلومات أكبر. البعض اتكلم عن عربيتين علف تم منعهم من الدخول، والتصوير مع السواق والصور اللي طلعت سواء صور أو فيديوهات كانت بالليل، فقالوا لأنه جه متأخر. لكن لما بحثنا أكتر وعرفنا المشكلة الأكبر وواقع من داخل الدير بالصور والفيديوهات زي ما عرضنا أمام حضراتكم، بنكتشف مدى فداحة الوضع القائم للدير، المشاريع والأنشطة اللي توقفت بسبب منع دخول العمال ومنع دخول الزوار ومنع دخول أهالي الرهبان اللي بيجي يشوفوهم مرة كل كام سنة بيمنعوا من الدخول. حتى الخدام اللي داخلين يخدموا بمجهودهم متطوعين متبرعين بيتم حجزهم في الخارج 4 و5 ساعات حتى يسمح لهم بالدخول. وزي ما سمعنا من أحد الخدام اللي قال إنه انتظر 4 5 ساعات، وصل 6 صباحا من حوالي أسبوع، كان يوم جمعة، منعت عربية وسمحوا بدخول عربية أخرى. يعني نص عدد العمال المتطوعين سمحوا لهم والنص الثاني لم يسمح لهم. معنا على التليفون أحد المشاهدين الأستاذ نبيل. مساء الخير يا فندم. الأستاذ نبيل اتفضل حضرتك على الهواء. يعني بنعتذر عن هذه المشكلة. لما بحثنا في سلسلة مشاكل الدير على مدى سنتين اكتشفنا أن كل التعنت يأتي من أحد الرتب في الأمن الوطني، في إدارة الأمن الوطني، هو أو اسمه علاء مختار. كل القرارات وكل الأوامر اللي بتطلع إلى كمين حماية الدير، أو خلونا نقول بقى بكل صراحة كمين حصار الدير، بيبقى سببه كل الأوامر اللي طالعة من علاء مختار عقيد في الأمن الوطني. هو اللي بيتعنت في هذه الحالة، بيتعنت ضد الدير ورهبانه، وهو اللي متسبب في كل هذه المشاكل زي ما سمعنا من أحد الخدام لما ذكر وسأل أفراد الكمين مين اللي مانع دخولنا، قال له أوامر. سألوا أوامر جيالك من مين؟ ما قدرش يقول، قال له ما أقدرش أقولك الأوامر جيالي من مين. علاء مختار هو خلف هذه الأزمة، مش بس مشكلة الدير واعتصامه اللي حصلت من 3 أيام، لكن هو سبب أزمة الدير من حوالي سنتين، وهو اللي حول كمين حماية الدير إلى كمين حصار للدير. ده عقيد في الأمن الوطني ابتلينا بيه، هو اللي مسؤول عن هذه المنطقة، وبتقع منطقة الدير تحت سلطته، وللأسف حول الكمين من كمين حماية إلى كمين حصار للدير.